وتأكيدا على هالشي عمل الحفل بمتحف بيت بيروت الأثري، وحضر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اللي كمان منح صعب درع تكريمي. كل تكريم باخده ببلد بيكون له غير طعمه. واللي عنده العائلة الصغيرة كمان اللي كمان دائما ساندته الدين والولاد، واللي كمان يستاهلوا زقفة. ناس بتحبك، مش بس بتحب your designs، they actually love you. Honestly، إنه أنا دائما بقول إنه هيدي نعمة من الله، لأن علاقتي كمان غير شيء بالعالم، يعني طبيعي إنه أتبادل بالمثل يعني. وعشان هيك ليسا حرصت تكون موجودة مع إنها وصلت متأخرة.